تثار حرب في بعض المناطق، ربما بسبب أن يكون العائل عائل الأسرة أو ابن في الأسرة له علاقة ببعض المنظومات السابقة، أو له حتى بعض العداوات مع بعض الناس حتى في الحي اللي يسكن فيه. وبالتالي صارت عمليات اقتحام لعدة منازل في فترة التحرير، مجموعات أو أسر تم وصفها بأنها من منظومة النظام، وجدوا نفسهم في الشارع، ثم خرجوا من ليبيا، عائلات خرجت من تونس عن طريق تونس، استقرت هناك، بعض العائلات واصلت إلى مصر. فإحنا نتكلم بين تونس ومصر عائلات، يعني لا أدري تحديدا التقديرات النهائية، لكن عندما كنت أتابع في هذا الأمر عبر لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني، وعندما جئت السنة الماضية للقاهرة تحديدا لمتابعة هذا الموضوع، كان الاتفاق أن أول شيء نبدأ فيه هو منظومة معلومات، بحيث يتم حصر هذه العائلات، معرفة أوضاعهم، معرفة أسباب خروجهم، احتياجاتهم، كيف يمكن، يعني لابد أن تكون عندك منظومة بيانات. ما ينفعش أن احنا نقعد نقدر تقدير ونقول فيه 100,000، فيه 200، الآن البعض يحط في الرقم إلى عند المليون، وهذا أعتقد مبالغ فيه. الرقم الأقرب يعني هل تم تحديده أستاذ حسن؟ الرقم الأقرب بين تونس وبين مصر لا أعتقد أنه يتجاوز 400-500، لا أعتقد أنه يتجاوز ذلك. 300-400-500 ألف بين تونس وبين مصر. فيه بعض العائلات تم رجوعها أيضا خلال السنة الماضية. فإحنا نتكلم عن مجموعات ليست حتى متعاطفة مع النظام، يعني ما هيش حتى متعاطفة مع النظام، وجدت نفسها في ورطة. نعم. يعني أنا أذكر عائلة تحديدا أنا قابلتها، حقيقة ما لهاش أي علاقة بما حصل على الإطلاق، كل ما في الأمر أنهم عندهم واحد من شباب العائلة، عيل حوالي عمره 20 سنة يمكن، كانت ليه بعض العلاقات بلجان التورية في الحي نتاعهم، فبمجرد ما تم التحرير بعض من الناس في المنطقة يعني عندهم مع حساب، فوصفوا العائلة بالكامل بأنها مع النظام، ذهبت لها إحدى الكتائب، رمت أغراضها في الشارع، وجدوا نفسهم في تونس. فهذه هي المجموعات اللي نحن نتكلم عليها، إحنا ما نتكلمش كما قلت على من يصفهم البعض بالأزلام، عناصر النظام السابق، الناس اللي قاعدين، يعني أنا شفت نماذج الآن مع أن وضعها المالي يعني تعبان، ما عندهمش كثير، ومع هذا ما زالوا مصرين أنهم هم يعادوا هذه الثورة، يشوهوها حتى من خلال يعني عدة نشاطات يقوموا بها هنا في مصر، واضح جدا عداء واضح للثورة ومحاولة لتشويهها. هذه فئة لا نتكلم عنها على الإطلاق. الشيء الآخر المهم، احنا ايضا لا نتكلم على قضية انه هو بالضرورة يعود، لان الان الظروف حتى في ليبيا يعني صعبة للغاية من الناحية الامنية، ما فيش ضمانات كثيرة، لكن احنا نتكلم اذا كان فيه عائلات ليبية وهذه العائلات تبت بان هي لا ناقة لها ولا جمل في ما يجري، وانها فعلا ضحية هذه الحرب، خلينا نقول ضحية هذا الحرب، حرب التحرير اللي حصل بشكل او باخر، وهذه العائلات ظروفها المعيشية صعبة، بالتالي يتوجب ان احنا نحصرهم، ويتوجب ان احنا نشوف ايش اللي ممكن يقدم لهم. انا اعتقد اهم اشكالية لما كنت في زيارتي السابقة كانت قضية المدارس، لان احنا عندنا عدد لا بأس به من الاطفال في تونس وفي مصر، وهؤلاء الاطفال لابد ان هو توجد لهم مدرسة تحتويهم ويواصلوا تعليم. اعتقد ان في هذا الامر صارت فيه بعض الحلول. الحلول من مؤسسات الدوله، اي مؤسسات الدوله اعتقد ان تم التعامل معه، وما زال الى حد الان التعامل ماشي في هذا الاتجاه. انا يعني اتذكر ان اخر مره كنت على متابعه لهذا الموضوع كنت مع وزير الخارجيه السيد محمد عبد العزيز، وكان معي الدكتور عمر اللي هو كان منوطة به مهمة متابعة أوضاع اللاجئين في مصر وتونس، وكان الاتفاق أنه حتكون فيه مكتب يفتح
في تونس وفي مصر لمتابعة هذه الأمور والتنسيق مع وزارة الخارجية. هو للأسف أحيانا نحن حتى لما نشتغل ما نشتغلش كويس، يعني في تلك الفترة كان فيه حتى تضارب، كانت فيه جهتين تعمل على نفس الموضوع، كان فيه لجنة أعتقد كانت مشكلة وقتها من النائب الأول لرئيس الوزراء، وأيضا خارجية تشتغل على برنامج آخر، ففي تزاوج. المشكلة الأخرى اللي حسيت بها ولمستها في ذلك الوقت هي قضية شيء مشابه لملف الجرحى. ملف الجرحى بدأ يخرج عن السيطرة لما بدأت تتدخل فيه عدة لجان أطراف وعدة لجان ووجهات. نفس البرنامج لاحظت أنه هو بدأ يحدث في مصر وتونس، تدخل أطراف مؤسسات مجتمع مدني أو غيرها وتريد أن تدخل في هذا الموضوع، وبالتالي هذا بسبب ربكة ويسبب هذه الإشكالية أستاذ حسن. سببت أيضا حالة عدم مصداقية للمشروع المشروع بالكامل، يعني في مجموعات القصد منها أنها تتاجر ب بأدام هؤلاء تسترزق بهؤلاء نفس اللي حصل في موضوع الجرح للأسف. يعني هناك أيضا إشكالية، يعني ربما رأي سائد أو مفهوم خاطئ يتمثل في أن كل من هاجر أو لا هجر أو موجود الآن خارج 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 الوطن من المعارضين للنظام السابق هم من طبقة الميسرين والأثرياء الذين انتفعوا ولديهم حسابات مصرفية تضمن لهم يعني سبل العيش المرفه، في حين أن الغالبية إن لم نقول الأكثرية تعاني من ضنك العيش حقيقة. يعني كيف تم رصد هذه العائلات خلال فترة تكليفك من خلال المؤتمر الوطني العام بتحديد الأعداد والحالات؟ هو زي ما قلت لك في فئات مختلفة موجودة، في فئات مش بس حالها ميسر، حالها عال العال، لديها أموال كثيرة، وهذه معروفة، يعني معروفة للجميع ومرصودة أصلا. فيه أطراف أخرى خرجت مع بداية الثورة لما عرفت أن النظام بدأ ينهار، نفذت بجلدها وطلعت أموال معها أموالها، وهذه أيضا فئة أخرى حالها ميسور. هذهم أيضا معروفين لأن كان فيه أعتقد تنسيق مع الحدود الجمارك الجوازات المصرية والأمن المصري عند قوائم بالذين دخلوا في تلك الفترة من الليبيين. أعتقد أن فيه في هذا الإطار فيه نوع من الأرقام على الأقل يحصر بعضها، لكن المجموعات هذه اللي إحنا نحكي عليها المتضررة اللي حالتها تعبانة واللي فعلا يعني هجرت غصبا عنها، هذه المجموعات بدأت تعامل معها من خلال فتح منظومة البيانات هذه، في استمارة تملى من قبلهم وتدخل على منظومة المعلومات، وأعتقد أن هم على حد معلوماتي أنهم قطعوا فيها شوط لا بأس به، بحيث أن الآن إلى حد ما عندهم فكرة عن هذه المجموعات وأيضا عن الحالة اللي يعيشوا فيها وأيضا عن احتياجاتهم. وأعتقد أن السيد السفير أيضا يتابع في هذا الموضوع، سفيرنا بمصر سيد فايز جبريل أيضا يتابع في هذا الموضوع من فترة، بالإضافة إلى كما قلت وزارة الخارجية والمكتب اللي شكل لهذا الغرض. طيب يعني هو يعني هل ترى أن بالإمكان السعي والتقدم خطوات حقيقية وملموسة في هذا المشروع في ظل عدم يعني إيجاد آلية حقيقية للمصالحة الوطنية؟ يعني نحن نعلم بأن العدالة هي أساس المصالحة، والمصالحة لا تعني التنازل عن حقوق المتضررين في 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 أخذ القصاص من أولئك الذين زهقوا الأرواح ويعني اعتدوا على الأعراض وسرقوا المال العام. كيف يمكن تأسيس آلية حقيقية لتهيئة المناخ الليبي بشكل يسرع هذه العملية ويضمن عودة هذه العائلات إلى الوطن؟ هو أنا الحقيقة كنت أميل ولازلت أميل إلى أن السفارات سواء في تونس أو في مصر ما تقحمش في الموضوع بشكل مباشر كونها تمثل الدولة؟ لا، السبب هو أن في حساسية من قبل الناس تتعاون مع السفارة من بعض حتى هذه المجموعات.
بمعنى بمعنى أن ينظروا للسفارة، بعض منهم ينظر للسفارة كأنها كطرف خصم، كخصم ربما، وأن ما فيش مصداقية أيضا. لكن لما تكون فيه مكتب حتى منبثق عن وزارة الخارجية يتعامل مع هذا الملف لوحده، وهذا المكتب أيضا يشرك فيه أطراف من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بحيث أنه يشعروا بالإطمئنان أن فيه أيضا أطراف محايدة موجودة في هذا المكتب والتابع في عمله. هذا أعتقد خطوة مهمة. الشيء الآخر، هذا المكتب سواء في تونس أو في مصر يجب أن هو يعمل بتنسيق كامل مع لجنة متابعة داخل ليبيا. ليش؟ لأن فيه قضايا كثيرة لابد أن يكون فيها التنسيق مع أطراف عدة داخل ليبيا. يعني مثلا فيه ناس تريد أن ترجع، قالت أنا فقط عندي مشكلة واحدة، مشكلتي أن البيت نتاعي ما عادش نقدر نرجع له، بيتي ما عادش نقدر نرجع له، لأن هناك في الشارع تحول إلى عدو يعني للأسف. يعني العائلة هذه تحتاج إلى ريلوكيشن، يعني أنه هو يستبدلوا لها مكان آخر. هذا طبعا بيتم بالتنسيق مع جهات أخرى وأيضا ربما حتى أطراف أمنية في الفترة الأولى، بحيث أنك أنت تضمن أنهم هم يعني حيكونوا آمنين. فقصدي لابد أن تكون فيه منظومة داخل ليبيا تشتغل بمهنية وأيضا بإمكانها أن هي تتعامل مع كل الأطراف الأخرى بما فيها المجموعات الأمنية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، أيضا المجموعات اللي تساهم في عمليات الصلح، الحكماء والعقلاء، وهكذا يتم إزالة كل المخاوف أمام هؤلاء الناس بحيث أنهم هم يرجعوا. لكن كما قلت، هي المسألة في الأساس يجب أن لا ننظر لها أن إحنا نبوهم يرجعوا، لأنك أنت لما بتحط هذا هو أمامك، أنت حطيت يعني حد معين، درت سقف معين، وبالتالي ممكن تفشل فيه. لكن أنت لما تكون المنطلق نتاعك هو أنك أنت على الأقل الناس اللي موجودين الآن أنك أنت تخليهم يعيشوا بشوية كرامة. ما هي يعني كيف ترى مثلا؟ يعني يكون فيه أولا بالنسبة للأطفالهم قضية الدراسة، نعم، توفير فرص الدراسة وقضية فرص العلاج أيضا. في بعض الناس عندها صعوبة أن هي حتى في العلاج أيضا. الإيراد المنتظم كيف يتم أستاذ حسن؟ يعني عائلات الآن تتسول يعني هناك، وهم جزء من الليبيين، وأعراضهم في النهاية بكل مهما اختلفنا معهم ومهما كان موقفهم من الثورة، هم ليبيين، ويعني حقيقة لا نقبل مسألة أن يمس العرض في يعني ليبيا. أنا أقول لك حاجة الكرامة يعني. سيد فوزي، أنا طبعا إحنا أيضا في نفس الوقت ما نبوش نشجع الناس على البقاء. لما كن أنت بتوفر لك كل شيء برا وخلاص، يقول لك أنا خلاص بنقعد ومعاش نمشي، نعم، ربما نعم، الناس نعم، أخرى حتى تطلع ويقول نعم لك وأنا حنحصل نفس العملية. فهي القضية لازم تقدر تقدير جيد. يعني مثلا فيه بعض العائلات عائلهم الوحيد قتل في الحرب أو مسجون الآن في إحدى السجون في ليبيا مثلا، هم خايفين يرجعوا عشان لأن أبوهم مسجون. يعني إحنا هذه قضية، هذه لازم ننظر لها من هذا المنظور. نعم، يعني لازم نفصل بين قضية إنه والله عائل الأسرة شارك في الحرب ضد الثورة، وبين الأسرة والأطفال هذه لا علاقة لهم بهذه الإشكالية. يعني وبالتالي ليش الآن فيه داخل ليبيا فيه ناس كانوا يشتغلوا مع النظام السابق حتى في أجهزة أمنية وفي كتائب وقاعدين تصرف لهم مرتباتهم؟ طيب ليش هذا الرجل اللي أسرته وجدت نفسها موجودة برا الآن ما تفتحش على أضعف الإيمان؟ أضعف الإيمان يعني تصرف المرتبات الضمانية مثلا بالزبط بنفس القيمة بالزبط وبنفس القدر تحال بالزبط إلى هؤلاء. فهي هي شوف، لما أنت تشتغل على هيكلية واضحة وقضية أن يكون فيها المكاتب هذه ويكون فيها ناس متخصصة والناس وأيضا مراقبين محايدين للعملية بحيث أنك نطمن الناس، وفي ناس وقت في الداخل أيضا عندك باك أب وعندك مجموعة تشتغل على الناس اللي ربما يبوا يرجعوا وغيرها. أنا متأكد لما تجلس كل هذه الجهات مع بعضها ستخرج بحلول، بالتأكيد أن هي حتى تسهل الأمور على هؤلاء. ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة لتوفير الحماية لمن يرغب في تسليم نفسه للسلطات والحصول على محاكمة ليحسم هذه المسألة ويعود إلى الديار؟ هو شوف،
الضمانات أنا أقول لك بصراحة للأسف يعني حاليا الضمانات صعبة، رئيس الوزراء لم يضمن نعم حتى نفسه، نعم فقضية الضمانات هذه صعبة. لكن لو يكون في فريق جيد يعمل داخل ليبيا، يعمل بقوة ويمد يعني أذرعه مع مجموعات أخرى أمنية والوزارات وغيرها، يمكن ان هو يعني يفيد كثير، لكن ما فيش حد يقدر يقدم لك طيب استاذ حسن، الضمانات كاملة. وبعد الضمان الوحيد هو ان احنا نوصل الرسالة لأهلنا ولناسنا، راهو في النهاية يعني احنا أخطأنا خطأ كبير فادح، وهو احنا سبقنا قانون العزل السياسي على المصالحة الوطنية وعلى العدالة الانتقالية، نعم وهذه إشكالية العدالة كبرى الانتقالية طبعا. والمصالحة الوطنية كان يفترض ان احنا نبت فيها البداية. انا دائما قاعد يهاجموا فيا حتى على البعض في الفيسبوك وغيره، يقول لي انت ماشي بتجيب الازلام، انت مع الازلام. القضية انا مش عارف الى متى سوف ينظرون لها بهذا الشكل. تناسوا ان تو مش قاعدين يتكلموا على الاسلام 24 ساعة، والدين والدين والدين، وكان قلت كلمة في، طيب مديننا يقول هذا، نعم عرفنا يقول هذا، نعم يعني احنا ما نجيبين شيء من عندنا. نعم انا ومن عفى واصلح اصلح فاجره على الله، فاجره على الله. يعني تعال شوف هالدين هذا اللي نحن مهم جدا بالنسبه لنا، هو اللي يحرك فينا، نعم هو اللي يدفع فينا، يقول هذا لا تزر وزيره وزر اخرى. بعدين واذهبوا فانتم الطلقاء، احنا ما قلناش اذهبوا فانتم الطلقاء، احنا قلنا في عداله انتقاليه. عداله انتقاليه ماذا تعني؟ اذا كنت فيها جبر الخاطر، جبر الضرر، وفيها عده امور. نعم. يعني هي عباره عن منظومه من شانها ان هي تعاقب من اساء وتحطه قدام فعله. يعني ما فيش حد قال خلاص والله انت قتلت والله درت، لا ما هيش بالطريقه هذه. لكن قضيه ان البلد تتصالح مع نفسها شيء مهم. أنا مش معقولة يعني تو إحنا الآن عندنا عدد من المهاجرين داخل البلد. نعم إحنا الآن هذه إشكالية، يعني إشكالية حقيقية. عندنا قضية تورغة إلى حد الآن لم يحل فيها، يبث فيها في المشاشية في الرياينة. يعني إحنا عندنا ربما 100,000 أو أكثر مهاجرين داخل الوطن. ولكن عفوا أستاذ حسن، يعني هناك مبادرة قامت في الجبل الغربي قبل العيد بدعوة الكثير من العائلات من الرياينة للعودة إلى الديار، وكانت هذه مبادرة ممتازة جدا. يعني لا صحيح، لا فعلا، وإحنا يعني نؤيد ومبارك مثل هذه المبادرات. هو من المهم جدا الفصل يعني ما بين الأشخاص الذين انتهكوا هي القضية الإنسان. القضية لازم تكون عندنا درجة عالية من المرونة. نعم. ولازم نعرف ان احنا لو استمرينا في معادات كل الاطراف ومعادات كل شخص احنا مش هنبني بلد. يعني انت تعال عندك في حتى قضية اخرى بصرف النظر عن المهاجرين داخل البلد. انت عندك مثلا بعض مئات من العائلات عملت في مدن اخرى داخل ليبيا مش مدنها اصلية. لما جت الحرب عادة نفسيا واجتماعيا لما تصير ازمة انت بتتجه الى اهلك، تركن الى اهلك. فهؤلاء الناس خرجوا، تركوا بيوتهم هناك وتركوا اعمالهم وذهبوا الى اهلهم. رد فعل طبيعي جدا جدا. اوكي، لما انتهت الحرب وارادوا ان يرجعوا قالوا لهم انتم عايدون. يعني بدوا يصفوا عايدون، انتم كيف تطلعوا وتو جايين؟ فيعني انا عندي مشكله مع التعامل مع درجه الحقد هذه. انا لا يمكن باي حاله من الاحوال اني في سياستي في تعاملي مع الامور في ليبيا نتعامل بهذه العواطف الهدامه، هذا الحقد، الثأر. لابد ان نخرج من هذا المسلسل، لابد ان نطوي الصفحه. لا يمكن لينا ان احنا نمشي قدام لطالما احنا قاعدين نتحرك في عملنا في 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 مبادراتنا في شغلنا من منطق الحقد ومنطق الكراهيه ومنطق الانتقام. مستحيل انك تبني دوله بهذا الشكل. هناك العديد من المشاريع التي قدمت المتعلقه بموضوع المصالحه الوطنيه، قدمت مشاريع عده من عديد الاشخاص في الدوله الليبيه، لا نريد ان نتطرق للتفاصيل. للأسف أستاذ حسن أن معظم هذه المشاريع اعتمدت على الخطوط العريضة فقط ولم تعتمد على الخطة، لم تعتمد خطة على الأرض عملية بإمكان تنفيذها.
هو فيه عملية تجزئة وتشتت لكل هذه المبادرات. في مبادرات كثيرة ما تشوفها أنت على الورق هي مبادرة جيدة، لكن إما أن هي جت من جهة فوقية أو أنها تمت بدون تشاور بشكل كافي، بحيث أن هي تضمن أكبر عدد من الشخصيات المؤثرة أن هي تلتف حول هذه المبادرة. وبالتالي المناخ والوقت في الزمان غير مناسب أيضا، بس الإشكالية يعني في بعض، حتى بعض المبادرات أصلا تقصي في أطراف أخرى مهمة بإمكانها أن هي تساهم. نعم نعم، فهذا هذا من شأنه أنه هو مبادرة عدة لم يكتب لها النجاح. وبعدين في القضايا اللي مثل هذه، قضايا الخصومات اللي من هذا الشكل تحتاج إلى جهد كبير وجهد مكثف، تحتاج إلى تنازلات عدة أصعدة، تحتاج إلى تنازلات. الأمر يتعلق الآن، يجب أن ننظر لهذه المسألة. وأنا يعني حقيقة شغلتني كثيرا، يعني واقع الحال يؤكد أن هناك بغض النظر عن المواقف، بغض النظر عن، لكن هناك العائلات الليبية، ونحن كما أشرت حضرتك نتحدث عن الأطفال والشيوخ والعائلات التي لا ذنب لها سوى أن عائليها. هناك مسائل تتعلق بالأعراض، هناك مسائل، هناك إشكالية في مسألة الكرامة. هذا مواطن ليبي بغض النظر إن لم يرتكب أو لم يساهم أو لم يكن على علاقة مباشرة بأي أذى للليبيين خلال فترة ما قبل أو ما بعد أو خلال فترة الثورة، يجب أن يعاد فيه النظر ويجب أن ينظر له بشكل حقيقي. نعم، زي ما قلت لك يعني هي فيه مبادرات كثيرة لكن لم تنجح، لأن الشغل بيتم على عدة أصعدة كما قلت سيادتك. الإعلام، إحنا الإعلام خذلنا يعني قضايا مثل هذه، الإعلام بإمكانه أن يشتغل عليها شغل كبير، تعد المصالح الوطنية والعدالة، هي قضية المصالح الوطنية والعدالة والحوار الوطني أيضا، وأيضا قضية المهاجرين وقضية تورغة وقضية المشاشية. المشكلة أن الإعلام أيضا منفرد حوله، وفيه من يؤجج، هناك من يعني يزيد يحط في النار على لكن لو فيه، وهذا لهذا السبب احنا ما زلنا لحد الان نطالب بان اخواننا الاعلاميين والصحفيين يجلسوا ويكون فيه ميثاق شرف اعلامي. وانا عارف لما نتكلم على ميثاق الشرف فيه من لا يفضل هذا ويعتقد انه هو بشكل نوع من الحظر. هو شنو هو ميثاق الشرف؟ هو ان احنا في قضايا ثابته ومهمه بالنسبه لنا احنا كنا كليبيين نتفق عليها، نتفق على الأقل كيف نتعامل معه. يعتقد أن هذا مصادرة لحرية التعبير بس هو ماليش علاقة، هو عبارة، أولا هو عبارة عن ميثاق غير ملزم، هو أخلاقي. والله إحنا لو نجو مثلا لقضية القضايا المهمة الآن في هذه المرحلة الانتقالية، أنا أتكلم تحديدا عن هذه المرحلة الانتقالية، في أمس الحاجة أن في بعض القضايا الإعلام تكون ليه سياسة موحدة في التعامل معه، بحيث أن إذا إحنا منطلقاتنا كلنا منطلقات وطنية، وإن إحنا فعلا نريد أن نزحزح هذا الملف ونخرج منه بنتيجة. فهذا غير موجود الآن. الإعلام يتخبط حول العديد من القضايا، عرفت، وفيه القضايا اللي حقيقة هي مهمة لدرجة أن لابد أن يكون فيه نوع من التعاطي الإعلامي القريب من بعضه حيالها. يعني حقيقة يعني مهم جدا يعني أن نفصل ما بين، وهذا موضوع مهم جدا يعود إلى ما كنا نتحدث عنه. يعني هناك من ينظر إلى كل من اضطر للتواجد خارج الوطن بأنه خصم حقيقة، لكن بالتزامن مع هذه الجهود وهذه الرؤى والتي ربما قد تثمر خلال الفترة القريبة القادمة، كيف تضمن حسن نوايا الآخرين؟ كيف يمكن أن الآخر ذلك الذي يعني هناك جهود من أجل خلق نوع من التواصل بينه وبين الوطن، كيف تضمن حسن نواياه؟ هو شوف، احنا علينا ندرك شيء مهم. احنا الآن لو أنا استثنيت الطرف الآخر، وأنا أقصد هنا ما يسمى بالأزلام وبقايا النظام السابق الذين حملوا السلاح لا أنا نحكي كل أعداء ثورة 17 فبراير الآن اللي قاعدين يحاربوا في الثورة، سواء إعلاميا سواء في تغذية بعض الحساسيات، يشتغلوا بطرق كثيرة. بالنسبة إلى موضوع هؤلاء،
هذوما شغلهم بالدرجة الأولى إذا نجحوا فيه فحينجحوا بينا إحنا، مش بإمكانياتهم هم، هم محصورين ومعدودين وأصبحوا يضعفوا كل يوم، لكن إيش هم يشتغلوا على متناقضاتنا إحنا وعلى أخطائنا إحنا. يعني الآن في حملة موجودة حتى في فيسبوك للترويج بأن عهد معمر أحسن وبأن هذه الثورة كلام فارغ، يعني قاعدين يقولوا فيها يعني حتى من خلال تعليقاتهم على بعض المواضيع وبشكل منظم وحتى في الإعلام، بحيث أن يؤسسوا على الإشكاليات الأمنية والله نظام القدافي كان أحسن والبلاد كانت مستقرة وكذا. لكن إحنا لازم نؤكد دائما أن هذا الكلام لا يستقيم، لأن 42 سنة اللي قضاها الليبيين تحت حكم القدافي كانت بكل معنى الكلمة سنوات قهر وسنوات قمع وسنوات لم تنجز فيها ليبيا أي شيء على صعيد التنمية أو التعامل مع قضايا التخلف. في النهاية هل الإشكاليات اللي احنا فيها الآن في ليبيا هي في الحقيقة هي نتاج كثير منها نتاج لها 42 سنة وإلى هذا الأرض؟ فأنت لازم لكن أنا ساهمنا أستاذ حسن، نحن أيضا ساهمنا في منحهم الفرصة. هذا هو اللي أنا قاعد أقول لأن يقولوا لأن يرفعوا هذا الشعار. يعني بالضبط هم يعني إحنا الآن لو إحنا نشتغل في شغل صحيح ولو إحنا فعلا حطينا قلبنا على هالوطن وبدينا نشتغلوا بطريقة فعلا فيها صالح الوطن واتفقنا على المصالحة الوطنية وعلى العدالة الانتقالية وعلى كيف إن إحنا نحل إشكاليات، مش حيقدروا، لا يمكن، مستحيل. لكن وضعنا هذا المتفتت، هالميليشيات اللي تسيطر هنا وهناك، هالحكومة المركزية الضعيفة واللي ممكن حتى ليس لها وجود، هذا المؤتمر اللي أصبح بحكم عاجز، بالتأكيد سوف يدخل. أنا قلت يوم يدخلون بين أظافرنا من مشاكلنا إحنا، من بلوينا إحنا. فالمجموعات هذه هي موجودة وهي تشتغل بهذا الشكل. بس احنا خلينا نكون شوية دقيقين، احنا لما نقوله كيف تضمن الطرف الاخر نوايا حسن النوايا، انا ما نقدرش نخش في النوايا، لكن كل من اتخذ موقف واضح من هذه الثورة ولم يعاديها ومستعد لان يدخل في هذا المشهد وفي هذا الحراك السياسي ويدخل في عملية بناء الدولة معانا، هذا يعني لا تستطيع أن ترفضه ولا تستطيع أن تقفل في وجه الأبواب فقط لأنه من كم سنة طلع في مظاهرة والله دار قصيدة شعر في القدافي، ما دخلنيش فيه. أنا في النهاية أتمنى أن اليوم يجي وإحنا نكون واقفين فعلا على كرعينا في ليبيا وحلينا الانفلات الأمني، أن ما عنديش مشكلة أنا واحد يجي يقول والله القدافي كويس، ما لطالما وجهة نظرك، لطالما أنك أنت لا تسبب خطر لي خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية، هذه مرحلة خاصة. ما هي أي واحد بشكل خطر، ما هي الفئات التي يمكن أن يعني نتجاوز عن من أولئك الذين كانوا في مواجهة الثورة؟ يعني هل بالإمكان تحديد الفئات التي يمكن أن نصفح عنها دون الدخول في التفاصيل المعقدة ونضمن لهم العودة؟ بشكل عام نتكلم على أي شخص لم يحدد الفئات يا حسن. الأشخاص الذين لم يعادوا الثورة ولم يشهروا السلاح في وجهها، وهؤلاء الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الليبيين أو ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في إيذاء الليبيين. لا أنت حددت، أنت اقتربت من بعض النقاط، يعني لما تقول شخص خرج في مظاهرة مؤيدة للقذافي، لا هذا مش معيار بالنسبة لي. من أنا شوف اللي هناك من يدفع ثمن الليبيين، من هو اللي ما طلعش مسيرة؟ تخلينا نكون واقعيين، هو في بعض المدن جاه القذافي يوم الدنيا كلها طلعت كبار صغار، خلينا نكون واقعيين. يعني هناك من عمل الآن، قصدي أنا يهمني من سبب الأذى ويهمني من ساهم في إطالة عمر النظام بشكل أو بآخر. هذه الفئة تقصد كبار المسؤولين؟ كبار المسؤولين لا في حتى ما همش كبار مسؤولين، ولكن عملوا بشكل ما استخباراتي حتى إعلامي، هناك من يعني هذا ما عنديش جريمة معينة نبي اتهام معين بقول والله انت قتلت والله سرقت والله كذا، ما عنديش، عرفت؟ لكن في نفس الوقت احنا لما تكلمنا على قانون العجز السياسي قلنا ما نبوش نشمل الجميع، نبوه قانون يكون متوازن بحيث انه هو يضمن لي شنو هو الهدف من العجز السياسي، انك تحصيل للثورة، حماية لهذه الثورة في هذه المرحلة.
هذا هو المراد والهدف من العزل السياسي. إذن القضية قضية حماية. إذن أنا بنتوجه وبنشمل بهذا القانون من يشكل خطأ، من وجوده في هذه المناصب القيادية سيشكل خطأ. لكن قانون العزل السياسي غطى بمظلته الكثير ممن كان لهم مواقف طيبة. يعني لما نتحدث عن كثير من الدكتور محمد دمقريف، المستشار مصطفى عبد الجليل، والكثير يعني من الناس الذين كان لهم العديد من المواقف الممتازة والذين عملوا. أنا يهمني اللي لم يجرم في حق ليبيا واللي لا يشكل خطر. هذا واحد لم يجرم، ما عنديش أنا ضد أي شيء معين، سوى أنه هو والله يحب القدافي، والله صفق له يوم، والله غنى عليه، أنا ما يهمنيش هذا. هذا هل هذا يعني يعتبر غير مصنف كمواجه لثورة 17 فبراير؟ لا، ما أعتقدش أنه من هتف هتف من كم سنة دخل فينا نحكي عليه اليوم. هل اليوم هو قاعد يهتف للقدافي، قاعد يروج له، هناك من قاعد يهتف إلى الآن؟ إيه، لا، هذوم اللي يهتفوا إلى الآن، وفي منهم على فكرة هنا موجودين في مصر كثير. خلينا حتى نكون واقعي، ربما هي ردة فعل، ربما لا تكون ردة فعل، يعني مثلا لا، فقط في فرق انك التضرر، يعني فقط في فرق بينك انت بالتعني وبالقصد تستعمل في وسائط معينة من اجل تشويه هذه الثورة وعرقلة مسيرتها. اذا انت وضعت نفسك في مواجهة هذه الثورة، ما تقوليش والله انا حنحتضنك ونقبلك، لأنك أنت حطيت نفسك في مواجهتي، اخترت طريق آخر. الطريق الآخر، نعم، انتهى الأمر. لكن أنت بتقول لي والله أنا كنت زمان كذا ووالدي كان كذا ومش عارف إيش، واليوم الله غالب علي، راني وجيت روحي في مصر وتعبان وأنا ما عنديش لا في هذه قضية تختلف. نحن نفرقها. أنا يهمني هو من يشكل خطر، من حدد موقفه هو ضد هذه الثورة. وزي ما قلت لك بدري، إحنا قبل ما يضيع علي الكلام، قضية أن أيام معمر خير هذه لازم نتصدى لها الفكرة هذه، لأن فكرة مدمرة، هذه مقصودة. عرفت؟ ثورة 17 فبراير كانت بكل المعايير ثورة حقيقية، لا أحد يزايد عليه والله يقول غير هذا. كانت عفوية، طلعوا فيها الناس من كل مكان، أعطوا أحسن لديهم وأروع وأكمل ما لديهم، ثورة حقيقية عشناها لحظة بلحظة، شفنا هذه الروح في تلك الأيام، في أيام الحرب، وكيف ليبيا كلها تريد التغيير، ليبيا كلها تريد إزالة القمع. هذا ما اتفقنا عليه. إذا هي ثورة حقيقية. كيف ترى؟ كنا صار في خلل، كنا ارتكبنا أخطاء، أو أن في أشياء كان يجب نقوم بها ولم نقوم بها ووصلتنا إلى هذا المستنقع اللي احنا قاعدين فيه. هذا لا يعني بأن ثورة 17 فبراير تبقى ثورة شعب بامتياز، ولا غبار عليها على الإطلاق. أيضا ما يحصل كيف الآن، كيف نستعيد هؤلاء الناس الذين الآن أستاذ حسن رفعوا هذا الشعار الذي أصبح للأسف متداولا؟ يعني حقيقة أن الإشكالية من يقول أن النظام السابق كان ضمن لنا الأمن والاستقرار، وكنا نتجول إلى ساعات متأخرة دون خوف، لم يكن أحد يتعرض للمضايقات أو مسائل التفجير والاغتيالات وغيرها. كيف يمكن أن نضع أو نزرع أو نهيئ هؤلاء للثقة بأن ما حدث كان هذا هو الصحيح، وكان هذا هو الخيار الحقيقي لصالح المواطن، وأن المرحلة مراحل الثورات كثيرا ما تشوبها هذه المسائل وهذه الإشكاليات، وأن غدا سيكون أجمل؟ كيف يمكن أن نستعيد هؤلاء الناس؟ هو أولا علينا أن نؤكد على شيء معين، بصرف النظر عن كل هالسلبيات، ومش بس سلبيات، هالمآسي اللي قاعد يمر بها الوضع، نظام القذافي كان لابد أن ينتهي. هذا موضوع كان لابد أن ينتهي، ولن يعود بأي شكل. فهو حتى لو نحن لبزنا وقلبناها فوق لوطي، ما زال هذا القذافي كان لابد عليه أن يترجل ونظامه، ولا بد لليبيا أن تدخل في مرحلة جديدة. أوكي، طيب، إحنا الآن دخلنا في مرحلة جديدة. المرحلة هذه الجديدة بسبب طبيعة هذه الثورة وكيف بدت، وما كانش وراها قائد، والله حزب، والله نظام معين، جت عفوية هكذا، بالإضافة إلى رواسب 42 سنة، خلقت لك هذا المشهد اللي موجود الآن.
بالإضافة إلى الأخطاء كون الثورة، خليني نكون واقعي معك، هذه الثورة قادوها المنشقين صح؟ نعم قادوها المنشقين منذ البداية، احنا تكلمنا منذ البداية قادوها ولكن لم يشعروها المنشقين. اي لم يشعروها ولكن قادوها. احنا كنا انا تولي الناس اللي قاعدة تتهم فيها باني ضد العجز السياسي ومع الازلام، انا اول ما تكلمت حتى على الشهيد عبد الفتاح يونس قلت له ما عبد الفتاح يونس يريد ان يخدم هذه الثورة خلوه مستشار نحطه وزير دفاع ليش؟ وفلان 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 وفلان، هذا كلام قلناه منذ البداية. نعم. لكن انت تعال شوف في مسيرة الثورة حتلقى هذه الثورة قادوها المنشقين مع بعضهم، هذا بالتأكيد في ما كان يجب أن يسمح به منذ البداية، هذا حطنا في ألم يكن في هذا من ضمن المشاكل التي الآن ترتب عليها حدوث أزمات قيادة هي القيادة، قيادة الثورة ما كانتش قيادة لديها خبرة، كان أيضا فيه من بعض هؤلاء من ربما حتى اخترق هذه المنظومة وحاول أنه هو يستفيد منها بشكل أو بآخر. الشيء الثاني فيه أخطاء كثيرة ارتكبت. هل تشكك في نوايا البعض؟ لا أنا لا أشكك في نوايا البعض، لكن أنا نقول لك فيه ناس كثيرة قفزت على هذه الثورة منذ بدايتها، في ناس حتى من اللي كانوا في الخارج، وأنا يعني واحد من الناس يعني انصدمت كثير من رفاق لي كنا نعتقد بأن همهم هو الوطن، ولكن يبدو من البداية الأولى كان همهم هو أن يكون عندهم منصب. عرفت؟ فأخطاء كثيرة ارتكبت، أخطاء كثيرة، القيادة ما كانتش كفأة، فيه أشياء لم نتعامل معها في حينها وفي لحظتها، عرفت؟ فإحنا بندفع هذا الثمن. هل أخطاء البدايات ترتب عليها إشكاليات الوضع الراهن؟ بالتأكيد، وجاءتنا فترة، جاءتنا فترة كان فيها زخم وكان بالإمكان أن احنا نصحح فيها المسار، وهي 7 يوليو انتخابات المؤتمر الوطني. كانت رغم احنا كانت عندنا تحفظات على قانون الانتخابات وغيرها، ولكن كانت انتخابات نزيهة وكانت ناجحة بكل، وافرزنا هذا المؤتمر المنتخب في الوقت اللي كنا خايفين وقتها ان ممكن هذا ما يصيرش منه، كان اول واكبر انجاز قامت به هذه الثورة وهو انتخاب المجلس المؤتمر الوطني العام. للأسف هذا المؤتمر ارتكب نفس الأخطاء وأكثر منها، والآن وصل إلى أن على الأقل في وصفي أنا وفي تقديري إلى حكم العاجز، ولم يحقق من الاستحقاقات اللي انتخب من أجلها إلى هذه اللحظة شيء يذكر، والملف الأمني يزداد سوءا. زمان كنا ننتقد في المؤتمر في المجلس الانتقالي في قضية التشريعات اللي ما لهاش لازمة، وقلنا فكونا من هالإسهال التشريعي هذا، تعاملوا مع معطيات الواقع ومع أولوياته، صار المؤتمر يرتكب في نفس الأخطاء، وكل ما يخافوا من حاجة قضية تبي تعامل جريء معها تؤجل أجل تؤجل، قضية فيها عليها خلاف واجد لا خلي بالك هي تنحل بروحها، تواهو نائب رئيس المؤتمر اللي عنده الآن ما مش قادرين يتفقوا بحد، وكل مرة يأجلوا فيه، شوف قانون العدالة الانتقالية والمصالح قديش أجلوه رغم أهميته، عدة قضايا ليش؟ لأنهم ما فيش هذه بتعكس لك إيه؟ بتعكس لك لا توجد أولويات، منقسم على نفسه ولا توجد أولويات، مش فاهم أولوياته، مش فاهم الأولويات، نعم. وحاطين أجندات أخرى يروا أنها أهم بكثير، وما عندهمش الشجاعة أيضا للتعامل مع القضايا، مع بعض القضايا، بعض القضايا لو بتتعامل معها بشكل صحيح يعني أنك أنت ستكون في مواجهة أطراف أخرى، ولكن ليس لديهم الجراءة إلى حد الآن، نعم. أنهم هم يواجهوا أطراف أخرى. فالثقة، عودة إلى سؤالك يا أخ فوزي، قضية الشخص الآخر، إحنا أولا لابد أن نوضح الصورة كما هي، ما نبلغش وفي نفس الوقت نوضح الصورة كما هي، وفي نفس الوقت لازم نقول راهو في النهاية بكل هالسلبيات وكل هالأخطاء راهي أيضا المسؤولية جمعية، راهي المسؤولية جمعية، راهو كل واحد عليه دور يجب أن يقوم به، الإعلامي، الثائر، اللي في المؤتمر السياسي، الأحزاب السياسية، لو كلها تلعب دورها بشكل صحيح وبشكل يضع الوطن هو الأول، أنا متأكد أن احنا حنبني الثقة لنضع قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في اعتقادي أهم شيء
نقدر نبني به ثقة قبل الحوار الوطني. يعني هي في أمور كثيرة ممكن تمشي الحوار الوطني تمشي أولوية تمشي تمشي مع بعض. الحوار الوطني, الحوار الوطني والعدالة الانتقالية ثم المصالحة الوطنية. يعني هناك هو الحوار الوطني حيكون عليه حيكون أهم قضايا هي قضية المصالح الوطنية. لا هناك العديد من أي أي عارف بس المهمة. المصالح الوطنية هي جزء من هذا الحوار. جزء مهم جدا. أي بالضبط. نعم. بالضبط. إذا وضعنا عدة خطوط تحت ما من بإمكانه أن يقدم خطوات ملموسة فيما يتعلق بالعائلات المتواجدة في خارج الوطن. وهنا أعود لأؤكد أنهم المستهدفين هم العائلات الأطفال والشيوخ والنساء. ما هو دور الإعلام باختصار لأن وقت البرنامج قارب على الانتهاء؟ يعني دور الإعلام كما قلت يعني قضايا مثل أن يطرح هذه القضية مثلا بهذا الشكل. قضايا مثل هذه يجب أن هي تطرح وتطرح بشكل تراعى فيه انك انت على الاقل يكون عندك هدف من طرحها. الهدف لابد ان يكون او يقع في اطار لم الشمل وفي اطار الحوار الوطني في المصالح الوطنيه. نعم. لو بديت تدور لي في من هو المخطي ومن هو المجرم ودارها ما لن تنتهي هذه, لن تنتهي هذه القصه. نعم. وحتى تزيد تشعل النار. طيب عرفت. مؤسسات مجتمع المدني, مؤسسات المجتمع المدني حقيقه ما زال ينقصها كثير من النضج ومعرفة دورها الحقيقي. ما زال فيه مؤسسات كثيرة لم تعرف بالضبط كيف يجب أنها تشتغل. بمعنى أن في كم جمعية كم مؤسسة تشتغل على 70,000 برنامج. بينما هذه المؤسسات, مؤسسات المجتمع المدني معروف عليها أنها هي مؤسسات ذات. ما هو دورها في هذا الملف؟ دورها مهم, دورها كبير. دورها في قضية أنها التوعية, أنها هي تتواصل مع الناس, أن هي على الأقل في أراهي في ناس محتاجة حتى لدعم نفسي. نعم. في ناس مش بس العملية قضية مادية. نعم. نعم. فيه ناس تبي دعم اجتماعي, تبي ربما تواصل مع أقاربها إذا كان فيه مشكلة عندك مع جار. يعني في أشياء كثيرة. ولهذا السبب إحنا نتكلم على مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسات مستقلة ذات قضية واحدة. فأنت مثلا لو أنت مؤسسة مجتمع مدني شغلك يدور في إطار الدعم النفسي للعائلات المحتاجة لهذا الدعم مثلا. وهي كثيرة طبعا, وهي كثيرة. معاش تدخل روحك في أشياء تانية. طيب. تلقى روحك حتقدم إلى هذه الشريحة الكثير أو طيب. تقدم أيضا حتى في شرائح داخل المجتمع. طيب. عندها بعض الإشكاليات. الدولة الدولة. أي. والدولة طبعا دورها مهم. المؤتمر الوطني أنا في اعتقادي اللجنة اللي يجب أن هي تكون في طرابلس وفي بنغازي في ليبيا وبالتعامل مع هذا الملف أن تكون لجنة فيها العديد من الأطراف. يكون فيها من الخارجية, حيكون فيها من الوزارات ذات العلاقة وخصوصا العدل والداخلية المالية. أي أي أيضا أي الدعم أي المادي أي مهم بالنسبة أي لهؤلاء. بس يعني. هذه هي المهمة. وأيضا المؤتمر الوطني وبالذات لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر مهم جدا أنها تكون طرف أيضا في هذه اللجنة. هذه اللجنة المشرفة اللي بتضع السياسة العامة للتعامل مع هذا الأمر. ما نتكلمش على المكاتب التنفيذية, المكتب اللي نحن نديره في تونس والمكتب اللي في مصر وربما مكتب تنفيذي داخل ليبيا يتولى العمليات الإجرائية وليس السياسة العامة. لأنك أنت تحتاج إلى ناس من المؤثرين أصحاب القرار. يعني أنت عندك لجنة كيان بالديرة فيه الأعضاء اللي فيه هم يمثلوا الناس اللي يستطيعوا أن يقرروا. ممتاز. الأهالي وذوي المهجرين الموجودين, أقصد أهالي وقبائل العائلات التي متواجدة في الخارج الموجودين في الداخل, يعني ذويهم المتواجدون داخل الوطن, هل هناك يعني واجب يفترض أن يقوموا به يعني تسهيل هذه المسألة وخلق حالة تواصل بينهم وبين الآخر؟ لا بالتأكيد هو, وأنا متأكد أن كثير من هالناس عندها تواصل بشكل آخر مع عائلاتها. لكن طبعا هذا معروف حتى في وضعنا احنا الاجتماعي. الدعم الاجتماعي هذا دائما موجود, أن الأسرة بالتأكيد مش حتتخلى على بعضها يعني. نعم. لكن أيضا يجب أن هذه العائلات وهؤلاء الأقارب أيضا يكونوا عامل تهدئة. بمعنى ان احنا ما نقولش لهالناس اللي برا اخبار مرفقه
نقول لهم الشائعات. نعم هذا ما اقصده، ونزيد يعني نعرف هذا ما يعني اقصده. لازم نكون عقلانيين في تعاملنا، ننقل الصوره كما هي. اذا كان في مسعى نقدر نديره مع الجيران، مع الاقارب، مع غيره، نسعى فيه. لكن انك انت تصبح بس تساهم في زياده طبعا. هناك عامل اخر استاذ حسن، وهو يعني ان السجل الاجتماعي الليبي يعني يعتمد ربما يكون عامل مساعد في حل هذه الاشكاليه، باعتبار أنه أحد أن الترابط والمصاهرة بين العائلات الليبية من ضمن دعائم المجتمع. يعني هناك العديد من العائلات في غرب ليبيا لديها مصاهرات وأقارب في الشرق. يعني لو عاد هؤلاء المتواجدين داخل خارج الوطن والمقيمين أساسا ولديهم إشكاليات ومشاكل في الغرب لذويهم وأقربهم في الشرق، بالإمكان يعني تجاوز المرحلة على الأقل حل المشكلة المكانية. هذه أنت لما حل المشكلة لما المكانية، أنت لما بتحط الانفراستراكشر، البنية التحتية اللي من خلالها بتتعامل مع هذا الملف، وقتها أنت بالتأكيد حتواجهك حالات حتتعامل معها حالة حالة. يعني تعتمد على هذه الحالة وظروفها ومن وراها ومن معاها. فبالتأكيد لما نجول الناحية التنفيذية، هو أهم شيء أنك أنت تضع سياسة عامة للتعامل مع هذا الملف. الخطوة الأولى نعم. أنك أنت بتقرر والله طيب نبي نحصرهم الأول، لازم تكون عندي معلومات دقيقة على عدد هؤلاء وظروفهم وغيرها، هذا رقم واحد. الشيء الثاني أنك أنت لازم بتتفق على أمور، طيب على إيش اللي نقدر نقدمه؟ يعني هل حنعطيهم رواتب بهذا القدر بذاك القدر؟ هل حنعمل عملية؟ يعني لازم تحط حاجة يتفقوا عليها الجميع بأن رأي هكذا حنتعامل مع هذا الملف، هكذا سنفعل في قضية تعليم أولادهم، هكذا حنتعامل مع الأسر اللي أبدت رغبتها في العودة، حيكون عندنا تنسيق أمني مثلا. يعني إذا بتحط الاستراتيجية العامة وتخلي التنفيذ للمجموعات المتخصصة اللي هي في هذه المكاتب اللي احنا تكلمنا عليها، بالإضافة إلى كما قلنا أن الإعلام عليه أن يلعب دوره في هذه المسألة. ومرة أخرى سيد فوزي أكرر، القضية ليست قضية أزلام والله طحالب والله احنا فقط. يعني للأسف في ظل هذا الوضع الأمني التعبان وفي ظل هالمهاترات اللي قاعدة تحصل بينهم الآخر، مرات تجد نفسك وكأنك أنت يعني تغرد خارج السر. مستحيل أني أنا اللي قعدت هالفترة هذه كلها قضيتي الرئيسية قضية حقوق الإنسان الليبي وكرامته، يستحيل أني أرضى بهذا الواقع، يستحيل أني نشوف عائلة تعيش في وضع إنساني تعبان في المقابر. عائلات موجودة في المقابر يعني وما فيش سبب، يعني مستحيل نرضى به. الدورة ما جاءش. نعم. شكرا لك أستاذ حسن الأمين، الصحفي المهم والمناضل الذي نشهد له جميعا بمواقفه الجريئة منذ زمن لمواجهة الظلم ومواجهة الاستبداد، والذي كان يمثل عقبة حقيقية في مواجهة النظام القذافي، وهو الآن أيضا يبذل ذات الجهد انحيازا للناس وانحيازا للخير، ويرفع شعار حقوق الإنسان كأولوية في مشروعه السياسي. شكرا لك سيدي مرة أخرى. ختاما، لعلنا سنرى يوما قريبا وقد تشكلت ملامح المصالحة الوطنية وعاد الجميع إلى الديار، وسيأتي اليوم الذي ينتظم فيه عمل المؤسسات القضائية ليحظى كل من ارتكب خطأ بمحاكمة عادلة. ولكن إلى ذلك الحين، هل من مواقف نبيلة تؤكد رفعة أخلاق الثوار وصفحهم عمن اضطرتهم القناعات أو أجبرتهم صلة القربة والرحم لمغادرة الديار انصياعا لسلطة أولي الأمر؟ فهل الوطن حقا يتسع للجميع؟ وهل من نظرة إلى ميسرة؟ لنكن أقرب للوطن ولتكن ليبيا أولاً.